للمزيد من التفاصيل عن الشأن الفلسطيني ومؤتمر رواد بيت المقدس وفلسطين، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية نائب الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين السيد بشار شلبي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. ما هي أهم النقاط التي توصلتم إليها في المؤتمر العاشر لرواد بيت المقدس لنصرة فلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الانعقاد العاشر لهذا المؤتمر أكد على دور الأمة ومؤسساتها من خلال هذا الائتلاف الذي يجمع وينسق بين مختلف المؤسسات والهيئات في أكثر من 60 دولة. وأكد المؤتمر في ختام الانعقاد وبعد العديد من اللقاءات وورش العمل والأنشطة والفعاليات، أكد على دور الأمة وهيئاتها في التصدي لصفقة القرن من جهة، ولتصفية القضية الفلسطينية عموما، وذلك من خلال أدوار مختلفة تبدأ بالإغاثة والدعم والإسناد وتتواصل عبر الدور القانوني والحقوقي والضغط الشعبي والضغط السياسي والدبلوماسي للحيلولة دون أن يتحرك العدوان الصهيوني بمخططاته لإنهاء القضية الفلسطينية مدعوما بالإدارة الأمريكية، إدارة ترامب. نعم، البيان الختامي نص على الإبداع في مواجهة المحتل وتوسيع دائرة الاحتجاج، هل يعني ذلك تهيئة أرضية لتقليص أعداد الضحايا في المواجهات السلمية؟ الجانب هذا يتعلق بالمظلة الإنسانية التي يتحرك فيها الائتلاف، والتي تتكون من أحرار العالم وأبناء الأمة العربية والإسلامية الذين يدعمون حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني للتعبير عن مواقفه وللتعبير عن رفضه للعدو الصهيوني. نعم. سواء كان من خلال مسيرات العودة أو التمسك بالقدس والمسجد الأقصى، بحيث أن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان يمثلان حماية حقيقية للمواطنين الفلسطينيين ولحقوقهم أيضا. هل من آلية محددة لمتابعة أهم النقاط التي توصلتم إليها في المؤتمر؟ الآليات هي إما من خلال أنشطة وأعمال الهيئات القائمة فعليا، سواء كانت من خلال نشاط دبلوماسي وضغط دولي، ومن جهة أخرى الدعم والإسناد المتواصل، أو من خلال حملات جديدة ضد قانون القومية على سبيل المثال، أو ضد عمليات نقل السفارات إلى القدس، والإجراءات التي تتخذ ضد مدينة القدس أيضا. كانت طالبة الجامعة العربية بتحرك دولي لوقف جرائم الصهاينة ضد متظاهري غزة وقبلها الحكومة الفلسطينية، هل تتوقعون أي استجابة دولية سواء لطلب السلطة الفلسطينية أو الجامعة العربية؟ ولا شك أن المجتمع الدولي يضيق ذرعا بالجرائم الصهيونية، ولا شك أن الأصوات ازدادت وارتفعت في الغرب وفي المحيط العربي والإسلامي، وإن كانت لم ترقى بعد إلى أن تحول دون استمرار هذه الجرائم، لكن استمرار الإجرام الصهيوني والمبالغة في هذا الإجرام لابد أن يدفع المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه المجازر والتوقف عن عدوانه المستمر. ونحن نأمل من خلال الهيئات المشاركة في الائتلاف وبعد هذا المؤتمر أن يزداد الضغط ويزداد المواجهة المجتمع الدولي لهذه الجرائم ولهذا الفعل الصهيوني المستمر. أشكرك جزيل الشكر نائب الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين سيد بشار شلبي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.